أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة وهو أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فماذا عليه؟ عليه يصلي الفجر أولا، يصلي الفجر، يبادر يصلي الفجر ثم يروح يصلي الجمعة. نعم.